دكتور باميلا إليا موجوده معنا بان تاون مؤسسه ومديره عام تنفيذيه لشركه ان آه. بي ديزاين ان بي ديزاين اللي سبق وحكينا عنها اهلا وسهلا فيك يا دكتور سبق وحكينا عنها وحكينا عن هالبرودكت الحلوين اللي كلهم بيسالوني عنهم آه وانت كمان <applause> <applause> ودق تليفوني بهاللحظه <بيها> <applause> أه بلشتوا بهالايتمز العنجد عن المميزين يلي هن كفرز من جلد مع مع السيجنتشر الذهب يلي عليهم وبلشتوا تكملوا بايتمز جديد خلينا نرجع نحكي عن ان بي ديزاين بشكل عام وعن كل الايتمز يلي موجودين عندكم ان بي بلشت الفكره من خمس سنين آه، الايديا كانت شوي لنفوت انتو كاستمايزيشن مع كل شخص هو شو بيحب والبرودكت هن يكونوا لكجري مصنوعين من ريل لاثر ان كان بايثون كروكودايل ولا اوستريتش عم uh, يعني بيكون الكستمايزيشن ان كان بالذهب 18 كارات جولد او بالسيلفر او بالدايموند في ناس كثير بتحب تحط قصص هيك مثل التليفون اللي معك اليور انيشلز عليه uh, اي كي تشين اي كريدت كارد اي وولت باسبورت هولدر حتى ايفن هلا عم نعمل للسيجار كمان عم بيكون كستومايز اه كاستمايز لل للكلاينت وهي هيدي احلى شغله يعني اليوم صح. لما بينكتب انيسيال الاسم او الاسم او اي لوجو ممكن كمان مم. لشركه معينه اي رسمه اي لوجو اي انيشلز ايفن في عندهم رسمه هن معينه الميوزك الهارت اني ثينك كل شخص كمان حسب اختصاصه اي شيء ممكن يكون كستمايزد من ذهب من ذهب من 18 كارات جولد او من سيلفر أو, أو من, من دايموند دايموند او أكيد. بيكون في مزيج بين الذهب والدايموند اكيد صح كل واحد حسب هو شو بده نحن بنرسم كذا ايديا كذا ديزاين ومن انا بوندانت اثنين اكيد فيهم كمان يستحصلوا على الكفر الجلد يلي صح من دون ما يكون فيه صح اضافه أكيد من الذهب او من الدايموند وهيدا الشيء كمان بمتناول الجميع اكيد كل الالوان كمان كل الديزاينز اني ثينك فيهم يعملوها بلا شيء بلا كاستمايزيشن وبتكون اكيد شغله مرتبه ولكشري مثل ما قلت مصنوعه من ريل لذر ومميزه وما في منها صح بالسوق ابدا عم نشوف هون البعض من الايتمز Items هولي chain اللي عم نشوفهم اوكي وبلشتوا من بعدها كمان ب ذهب بس يعني من دون ما يكونوا يعني متل ما عم نحكي باندنت او او غيره من الايتمز صح هلا حتى ايفن الباندنتس اللي عندنا فيهم يعملوا كستمايزيشن عليهم فيهم يحفروا عليهم فيكم اساميهم او لتر او اني ثينغ كمان بينعملوا هيدي الايديا الجديده اللي, اللي عاملينها هلا لفالنتاين مع البوكس ومع الروز الريد روزز اللي معنا اياها برضو أه بالستديو كمان صح الانفينيتي uh, حتى ايفن على الانفينيتي اذا حدا بده يعملها كمان اكثر فينا نعمل حفر للاسامي كمان أحد بعضهم يعني عم بتشجعوا على الحب اكيد هلا بعيد الحب اكيد في احلى من الحب <applause> ابدا عن جد هيك على كل حال نحن شفناكم كمان بمناسبات تانية وقت عيد الام اكيد واي مناسبه اخرى ممكن يكونوا الايتمز محددين ومحضرين للمناسبه بذاتها قبل بقد دكتور بيقدروا يعني لازم يوصلوا 3 دايز مبدئيا بين تحضير الايتم ودليفري اكيد اوكي يعني تحضير وتوصيل لعندهم خالص مخلص دليفري بتوصل اكيد على البيت و صح. واليوم بلاشت وحكينا سابقا كمان عن دليفري برات لبنان اكيد خلينا نحكي شوي عن الموضوع ايضا وورد وايد دليفري وين ما كنتوا بالعالم بنقدر نوصل خلال 48 اورز بيكون موجود الايتم عند الكلاينت واكيد دبي فري اوف تشارج لأنه نحن عنا كمان أونلاين آ.. 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 شوب كمان بدبي بدبي يعني، معناتها بيوصوا قبل يعني يأخذ التصنيع بده بالقليلة يومين ثلاثة ومن بعدها ليوصل على كل بلدان العالم يعني عم نحكي استراليا عم نحكي Anywhere. كندا عم نحكي الولايات المتحده Anywhere. واو آه هيدي الفكره كنت بلشت هيك تحضريها قبل كيف الاقبال عليها اليوم دكتور؟ اليوم صرنا خلص صار في كلاينتس سابتين صارت فكره معروفه بلبنان وبرا سبيشل برودكت وصار في عندي زبونات عادي خلص انه انا ما في شيء للكافر من تليفوني بحس تليفوني مش صعب منو تليفوني انا خلاص اذا الكفر <applause> وبحب اقول كمان اللي بيغير تليفونه مش نرجع نعمل كفر جديد لا منغير منشيل الاسم او اني كاستمايزيشن عليه بنشيله بنحطه على كفر جديد وذ مينيمم تشارج اكيد لانه هالذهب حرام يعني اكيد صح يروح وهو محضر لقلم الخنصيصة هلأ بس بالذهب كمان أكيد هلأ الذهب وقته <applause> صح. أنه نشتري صح. ولازم نفكر كثير بهيدا الموضوع ممكن ينطلب إشياء مثلا مثل بريسلت لأنه أنتم عم أكيد. تشتغلوا بالجلد ممكن يكون فيها المزيج بين الجلد والذهب أكيد أو الدايموند أو السيلفر في عنا البريسلت من جلد في عم نحط فيهم لتر من دايموند في حتى كمان اني ثينج اني ايتم بتحبيه اني ديزاين انت حابه تعملي مثلا ناكلس عندك فكره حلوه براسك بدك تنسقيها او رسمه دايموندز اور كول فينا ننسقها ونطبقها دايركتلي هلا عم نشوف الاشياء الجديده يلي طالعه صح هول الكاف والسيجار هو وهول كمان هلا جديد لل هولي باندنس صح اوكي لعيد الحب مه. وبينعملوا بهيدا الباكج الحلو هيك عم يوصلوا اليوم هيدا جديد صح هيدا سبيشالي مع الروزز وهيك تكون شوي مش نطلع شوي من فكره التقليديه لعلبه الدهب كثير رومانتك صح <applause> مش بس ال ايه بتشوفي علبه كبيره احلى ما علبه صغيره هيك تبع الذهب العاديه دكتور بهالفتره كانت فتره صعبه على كل الناس وانت آه. بلشتي بفتره من اصعب الفترات قد ايه صار لكم اليوم بام بي ديزاينز نحن صراحه صرنا 5 ييرز 5 ييرز يعني بعز الازمات بلشتوا شو التحديات يلي يعني خطيها؟ بعرف انه حضرتك كمان يعني اختصاصك هو البزنس حضرتك دكتور بالبزنس مانجمنت كيف قدرتي عن جد هيك من خلال دراستك وخبرتك بالش تقطع تقطعي هالمرحلة الصعبة لكن ما منكر انه كانت مرحلة صعبة على الكل بس ليكي وقت الواحد نحن بلبنان الشعب اللبناني بيحب هول القصص و... بيحب اللكجري بحب اللكجري نحن بطبيعتنا بنحب اللكجري شو ما كان بحب انا فرجي انا شو حاطه وانا شو ماسكه واو وحلو وذهب وكستمايز وما في حدا ماسك الكفر غيري او الكيتشن او ورايفر سو بيضل في عندك قبول ما بنكر قطعنا بمرحله اكيد مثلنا مثل كل الناس بس uh, باقيين هون اكيد ورح أكمل هون بالعكس وعم تستمروا وعم تتطوروا ايضا يعني وهالشغل اللي بلش بلبنان اونلاين صار موجود بكل انحاء العالم حقيقه فا. وانا شخصيا قد بيسالوني عن جد عند هيدا الكفر يلي انا ما بقدر بتخلى عنه ابدا خلص مثل ما قلتي يعني على بيقولولي بيقولوا لي بدي كفر مثل ايه ما هيك ولابق مع تياب اليوم على القاتل. يوم زيتي كمان <applause> اصلا فينا نلبق الكفرز مع كل تيابنا آه، لانه في من كل <applause> كل ما بمسك تليفون <applause> دكتور إليا للرجال وللنساء عم بيكون الطلب نفسه وشفنا كثير ايتمز للرجال يعني اذا بنرجع هيك بنعددهم شوي بنذكر فيهم آه في كمان يلي معروفين هن الباسبورت هولدر البزنس كارد هولدر كمان السيجار الكي تشين والكفر التليفون في كمان القصص بالذهب في ناس عم تطلب رينجز شباب الـ البريسلتس الـ كمان ممكن يكونوا ممزوجين صح. مع الجلد لانه اجمالا بيطلبوا كتير جلد في جلد في بلا جلد تمام يعني اي اي ايديا بتكون على راسك انت حابه تعمليها ما بتلاقيها مهم. فينا نطبق لك اياها ونشغلها على هذا الاساس واذا كان التليفون كمان بده كفر بغطي بتقدروا تعملوها بيسكر وبيفتح صح. مع كل الميكانيزم تبعه واتس آه، نيكست نيكست بدال في عنا افكار جديده بدال في عنا هيك برودكت جديدة نقدمها هلا عم نحضر لعيد الام كمان شيء جديد مع باكج كمان حلو من مثل هيديك السنه في ريمبر بعد الفلاور و... عندي اكيد ايه مع اسامي فو... كل الاولاد كل الاولاد هلا عم نفكر بفكره جديده وعم نشتغل عليها لعيد الام لنقدمها نكست مانث اكيد ودائما الأيتيمز عم بيكونوا جديد لانه بعرف انه كمان بتشتغلوا بالذهب فديجا الديزاينز انت بتعملي الديزاينز كل شيء اسم <applause> الله عليك والتنفيذ بيكون كمان بلبنان وهذا اللي لازم أكيد. نقوله ايضا اكيد عنها يعني. بلبنان وهاند ميد كل شيء بهالايتم هيدا الفلاور من شو معموله؟ هدول ريل روزز اللي هون البن هيديك من مش من ذهب بس هي مثل حجره حجره يعني اللي بدنا نقوله انه نفس يعني بيقدروا ينزلوا فيه على الماي مثل كانه ذهب يعني ما بيصير لها شيء ابدا اي نحن كافلين الايتم دائما اكيد اي شي بيصير دغري بيحكونا متكفل بكل شي يعطيكم الف عافيه أه بدي اقول انه ان بي ديزاين موجودين على الاونلاين شوب ونحن شفنا كل العناوين مرقوا هلا على الشاشه وبيقدروا يتواصلوا معكم بشكل مباشر عبر ال عبر التليفون صفحاتكم. والواتساب وانستغرام وفيسبوك بيقدروا يتواصلوا معنا ويحطوا اي اوتر بدهم وهلا يسرعوا لانه قربنا من من فالنتاين بفتكر من احلى الايدياز يلي ممكن نحن نحصل عليها. بدي اقول نقطه بس قبل ما اخلص اكيد هلا بهيدي الفتره أه نحن كل قسم من الارباح اللي حيطلعوا من هيدي الكامبين سبيشالي لفالنتاين حتروح للطفل كريس اللي كنا عم نشوف دائما الاخبار على السوشيال ميديا وعلى تي في سو تو help him بهذا الموضوع حيكون قسم من الارباح مخصص لا الله يحميه ويشفيه ويشفي كل الاولاد وعن you, جد Rania. حلو كتير هالمبادره يلي عم تعملوها ودائما على كل حال عندك هيك بارت من سوشيال ريسبونسابيلتي بشغلك دكتور باميلا إليا مؤسسه مدير عام تنفيذي لشركه ان بي ديزاينز اهلا وسهلا فيك Merci, رح ناخذ بريك ومنرجع